الصوري نقلة مباشرة. نشوف اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. هنا الشواهين بدني بعدنا المسافة على مقدمة الشوط الأربع المراكز المتقدمة. نرى في خامس المراكز ياتي مشاهدين الكرام مع المركز الخامس الواصل والمنطلق بهذا المسار وصل الزعيم. تعود الملكية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتابع انطلاق وصول من رعد. تعود الملكية مشاهدين الكرام لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم العامري في عملية تضمير. انتقل مباشرة إلى المركز السابع وصل الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتابع هذا الانطلاق. الوصول هنا من شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية تضميره. هكذا النتيجة، هكذا مسار الشوط وانطلاق. يا سلام، نعود حيث البداية إلى شاهين على الصدارة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول مسيطر بكل قوة وبكل جدارة هنا بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع انطلاق شاهين، وشاهين مع المركز الأول ومع المركز الثاني المركز الثالث والمركز الرابع. شاهين وشاهين المملوكات لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع انطلاق. هنا يتولى عملية تضميرهن شاهين وشاهين مع المركز الرابع والخامس. سادس المراكز مشاهدين الكرام يأتينا في سادس المراكز ينطلق بهذا المسار. هنا وخامس المراكز وصل الزعيم. تعود الملكية مشاهدين الكرام بسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي من يتابع الانطلاق. شاهين يتقدم في هذه اللحظات. تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري من يتابع الانطلاق مع المركز السادس ويقدم لنا رعد. يغير مباشرة إلى المركز الخامس. سابع المراكز الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتابع انطلاقه. وهنا شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير. هكذا النداء، هكذا المسار، هكذا الانطلاق شوطا قبل شوط الختام للزمول المحليات الأصايل. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى الشواهين على البداية. شاهين وشاهين من انطلاقة الشوط هن مسيطرات مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يرافق الشعار بعملية التدريب والعناية التامة الكاملة. هنا المجازف يتابع الانطلاق. انت صاف المسافة الأربعة كيلو متر مشاهدين الكرام. يا سلام، المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتابع انطلاقه. رابع المراكز بنفس الشعار والمالك هو المضمر شاهين لهجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتابع انطلاق شاهين وشاهين. المركز الخامس، نرى في خامس المراكز الزعيم من يصل لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتابع انطلاقه. يتدخل لرعد، وصل لرعد. يا سلام، تعود الملكية لسمو الشيخ. هنا تعود ملكية رعد لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم العامري في عملية تضميره. الزعيم من الجانب الآخر لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي الزعيم من يتابع الانطلاق. شاهين يتقدم لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي في عملية التضمير. هكذا المسار، هكذا الانطلاق، هكذا مشاهدينا الكرام شوطنا الثاني عشر. نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى شاهين وشاهين مع الصدارة مع المركز الأول والثاني. هنا ثنائي أو رباعي للرئاسة بشعار هجن الرئاسة باختلاف المضمرين الفطاحة للكبار. هنا المجازف والمستحيل، الصدارة مع المجازف. يقدم لنا شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري
يتابع انطلاق شاهين مع المركز الاول ومع المركز الثاني. المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، ورابع المراكز شاهين لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. وصلنا الى جسر العبور، وصلنا الى 3 كيلو متر، والزعيم يتقدم مباشرة مع المركز الخامس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي من يتابع انطلاقه. وصول جديد هنا مرة عاد يتقدم، تعود الملكية مشاهدين الكرام لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير القادم. الزعيم، وصل الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي في عملية تضميره. هكذا ندائنا، هكذا المسار الشوط، هكذا الانطلاق. نعود إلى البداية، إلى مقدمة الشوط، إلى لافتة هنا 2 كيلو متر مشاهدين الكرام، ونصف الكيلو عن خط النهاية، ما تبقى إلا القليل. مع الزمول هنا مشاهدين الكرام المحليات الأصايل لهجن أصحاب السمو الشيوخ. شاهين مع البداية، شاهين ما زال مسيطر هنا، ومن يرافق شاهين هنا لهجن الرياسة بقيادة المجازف من يتابع انطلاقه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع المركز الاول والثاني شاهين. هو شاهين يا سلام، المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. وصل هنا رعد، وصل الزعيم، الكل ينطلق من المضمرين، الكل يتقدم طموحهم الفوز والناموس. يا سلام، شاهين من الجانب الاخر لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. وصل الزعيم الاخر هنا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتابع انطلاقه. هكذا النتيجة، هكذا المنعطف الأخير. يا سلام يا سلام يا سلام يا شاهين، يا سلام يا شاهين، يا سلام يا هجن الرياسة، يا سلام يا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يتابع هذا المسار، يتابع هذا الانطلاق هنا مع البداية، مع البداية الأولى، مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول. ولكن شاهين الآخر لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، مثلث ذهبي هنا مطرز باللون الأحمر لهجن الرياسة، يسيطر مع البداية كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن خط النهاية. المركز الرابع رعد، تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري يتابع انطلاقه. وصل الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتابع الانطلاق. ولكن شاهين انفرد على الصدارة، انفرد هنا على المركز الأول على ناموس هذا الشوط لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بوسعيد يتابع انطلاقه مشاهدين الكرام، يرافق هذا الشعار هو الانطلاق. السلام مع المركز الأول، سيطر مع البداية، سيطر مع المقدمة. شاهين لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، الكيلو الأخير، لا بعد كيلو إلا الناموس. وغادر شاهين لناموس هذا الشوط لفوز وانتصار، أن يهديه هجن الرياسة، أن يهديه المجازف من يتابع انطلاقه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. انطلق انطلاقة الفوز والناموس. سلام يا المجازف، سلام، سلام بن زيتون، سلام على الفوز والانتصار والإبداع في هذا المساء. اسعد الله مساك يا أبو سعيد من يتابع انطلاق الشاهين على مقدمة الشوط. وشاهين مع المركز الثاني، وشاهين هنا لهجن الرياسة مع المستحيل مع المركز الثالث، الزعيم مع المركز الرابع باسم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس النيبي. ولكن هنا غادر شاهين، انطلق للفوز والناموس إلى الانتصار. يا سلام، يغادر شاهين لهجن الرياسة. تهانينا والناموس لك يا أبو سعيد، أسعد الله مساك يا المجازف على الفوز بالمركز الأول وعلى الفوز بالمركز الثاني. لحظة الوصول إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لهذه المؤسسة العملاقة هجن الرياسة، وإلى المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع المركز الأول ومع المركز الثاني. سلام المجازف، سلام، سلام بن زيتون، سلام، سلام الرياسة، سلام على هذا الفوز والانتصار مع المركز الأول ومع المركز الثاني. المركز الثالث،
المركز الثالث الزعيم اللي اسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان تهاني من الموس. المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة. خامس المراكز وصل مشاهدين الكرام. المركز الخامس مشاهدين الكرام الزعيم اسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان انتظر التوقيت الزمني. عشر دقيقة 18 ثانية 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لهجن الرياس على هذا الفوز، والتهنئة للمجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع المركز الأول. عشر دقيقة 21 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنئة للمجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 13 دقيقة 26 ثانية يا مرحبا حي الركايب. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام من هتاف المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصور. تهانينا والناموس للجميع.